خاطر في الحياة الثام نمنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم للسكل. هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس اختصاصها في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، وهو القائل: ما جف قلم عالم يستمد من بحر الحقائق. ابن العربي. تتسويت سومير. سومير اليوم باش نحكي لكم على شركة الأدوية اليابانية تشينجي اللي أعلنت أنها تقوم بإنتاج دواء ضد الكورونا. هذا وأكثر من بعد بشوية. شيفور سانتي، أجندا سانتي، وفي زوم سانتي تحقيقنا ومتابعتنا للتحركات للمطالبة بحقهم في الترسيم، أعوان وإطارات أطباء اللي يقوموا بتحركات حتى أمام مقر وزارة الصحة. هذا وأكثر من بعد بشوية من أعضاء الجامعة العامة للصحة. ساعتنا الثانية باش نحكيه على الصدفية، هذا موضوعنا من بعد بشوية. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسة الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم بعد بشوية. أهلا وسهلا بكم، نشكركم على حسن اختياركم. 93 سينو 3 دبليو في راديو الحياة فهم بوانت سونتي 5.0. كل عادة نذكركم منهم بعد بشوية في ألو دكتور بش يكون حديثنا حول مرض الصدفية. شنية أسباب متاحة؟ شنية العوامل؟ كيفية الوقاية؟ هذا وأكثر في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسة الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم من بعد بشوية. اليوم زادة باش نحكي لكم حول أكثر وفاة كل 100 طفل يتوفاو دون داعي كل ساعة حسب التقرير العالمي لليونيسف. شيفر سانتي. وفقا للتقرير العالمي لليونيسف التابع لمنظمة الصحة العالمية لعام 2008 عن وقاية من إصابات الأطفال، فإن الأطفال والعنف قاتل رئيسي للأطفال في جميع أنحاء العالم، وهي مسؤولة عما يقارب من 950 ألف حالة وفاة بين الأطفال والشباب تحت سن 18 سنة كل عام. وهذا يعني أنه أكثر من 100 طفل يتوفاوا دون داعي كل ساعة من كل يوم. والإصابات الغير مقصودة بما فيها إصابات حوادث الطرق، حالات السقوط، الحروق، التسمم، الغرق، مسؤولة عن 90% من هذه الحالات. وتشكل حوادث الطرقات وحدها السبب الرئيسي لوفاة بين أعمارهم 15 و19 سنة، والسبب الرئيسي الثاني بين اللي تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة. ونعب إصابات الأطفال الغير المقصودة في إقليم شرق المتوسط هو أحدى أعلى المعدلات في العالم، لا سيما في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. فإقليم الشرق المتوسط يتحمل حوالي 12% من جميع وفيات الإصابات غير المقصودة في العالم بين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة. ومرة أخرى فإنها تؤثر بشكل مختلف على القطاعات المحرومة من المجتمع. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. بعد شوية أجندا سانتي والعشر نص الفلاشة فوق، ما تبعدوش، أنا رجعي. سانتي 5.0. الصدفية عافانا وعافيكم الله. كما كي الصغار كما الكبار، كالحساسية الكبيرة مع الحكة انت ولي مشكلة كبيرة، كيفية الوقاية، كيفية العلاج، كيفيش هذا وأكثر باش نعرفوه، هل هو مرض معدي ولا لا؟ هذا مش يكون موضوعنا في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسة الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120.
معار حيم صحتكم بالدنيا. Tout de suite, je vais vous parler de la 21e journée franco-tunisienne de radiologie fait agenda santé. Agenda santé. La Société tunisienne de radiologie a l'honneur de vous inviter aux 21e journée franco-tunisienne de radiologie qui se déroulera en mode présentiel من 6 حتى 8 mai 2022. C'est avec un grand honneur que la Société tunisienne de radiologie a le pouvoir de réunir lors de ses 21e journées franco-tunisiennes la grande famille de radiologie le 6, 7 et le 8 mai 2022 في أحد النزل الخاصة بالحمامات. ونعاود ذكركم أنه pour cette année, thème principal de cette année, ce sera l'oncologie. Donc, أكثر تفاصيل نجمو تلقاو على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM إذاعة القيروان. هذا فيما يخص الـ 21e journée franco-tunisienne de radiologie بتاريخ 6, 7, 8 مai 2022. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. تحركات احتجاجية وميدانية وتجمع مرتقب أمام وزارة الصحة، هذا وأكثر باش يكون موضوعنا من بعد بشوية. لكم من بعد شوية باش يكون حديثنا حول المرض الصدفية اللي راهو ينجم يكون خطير برشا حتى على صحة المواطنين، هذا وأكثر فيها له دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشا توانسة الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. معار حيم صحتكم بالدنيا. وتتواصل التحركات الاحتجاجية لأعوان وإطارات الصحة في كامل الجمهورية، هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا مع السيد كاتب العام مساعد الجامعة العامة للصحة مكلف بالإعلام والاتصال السيد حسن الميس. زوم سانتي. سي حسن أهلا وسهلا. أهلا وسهلا برحبا كيف المستمعين. نشكرك على تدخلك معنا. وتتواصل التحركات الاحتجاجية حتى الميدانية المرضية. ذهب أمام مقر وزارة الصحة وقفة احتجاجية دعت لها زملائنا المتعاقدين بصفة مستقلة، ولكن طلبوا الدعم والمساندة من الجامعة العامة للصحة، وكنا موجودين لدعم هذا الحراك. العدد تاع زملائنا عدد كبير برشا، ما يقارب 3000 متعاقد تم الزجر بهم بطريقة غير قانونية، وتم معناها تشغيلهم بالعقود اللي هي منافية كلية لقانون الوظيفة العمومية وقانون مجال الشغل. تم معناها الانتداب، المفروض احنا خريجي مدارس يتم الانتداب بالروعة عن طريق الإدارة الجهوية، يتم الانتداب ثم معناها لمدة سنة متربة ثم يتم الترسيب. في 2019 جاءت طلعت بطلعة الحكومة وعملت العقود، نبهناها لخطورة هالعقود هذه، ووقتها عبرت الحكومة اللي كونوا لمدة سنة فقط ثم عبارة على متربص ثم تم التسوية والترتيب. ولكن للأسف فات 2020 وفات 2021 وتخلف 2022 ولم يتم تسوية وضعية زملائنا المتعاقدين خيرة خريجي المدارس العليا واللي المفروض يكون انتدابا بطريقة قانونية تتسوى وبالترتيب. شنو السبب؟ خلنا نفهم حاجة سي حسن. شنو السبب؟ خاطر كل شيء موجود قاعدين يخلصوا، واللي في بينا فيه جزء من الماليه تم رصده في الباب الاول، شنو هو السبب اللي خلينا في الشهر 4 لليوم ما ثماش عمليه الترسيم للمتعاقدين اليوم؟ لانه هذا ترسل ماني جاي كريم ماني معاه الراديو، لانه هناك ثم ترسل من الاتفاق، وربما حسب تعبير الحكومه تقول عندها التزامات مع صندوق النقد الدولي ومع غيره، هذه مساله ما تعنيناش. المفروض الحكومة التزمت في 2019 لمدة سنة، المفروض تتم التسوية، والناس هذا اللي أصبحوا يخلصوا بالفعل بطلب وإلحاح منا باش يكون على الباب الأول باش تتم التسوية هذه. ولكن للأسف عملية الترسيب إلى حد الآن تتلكأ بها الوزارة، بل وأكثر من ذلك أنها تضغط عليهم بكل الطرق تاع التهديد باش يرجعوا يتعاقدوا، بل والأخطر أنهم يمضوا عقد في 2022 ويبذل العقد المتخلف يعني بقاوة 2020 21 22 دون عقود فيبذل يفرض عليهم باش يبذل عقود غير قانونية وتجاوزت وبر عليها الزمن بالطريقة ذي باش يخليها مرهونين في الشكل بتاع التعاقد ويخليها في الشكل هذا. واضح. به اليوم احكيوا على اشكال مالي في وزارة المالية، هو السبب الاساسي اليوم اللي خلى عدم اتمام عملية الترسيم، خاطر في الشطر 2 احنا هكا معناتها
لو كان سمح لي سبب بالي أو بسبب معناها الأجور ما كانش يتم تأجيرهم على الباب الأول والكلهم يخلصوا كيف بقية الزملاء كل أجرة عادية كيف بقية الزملاء. في ورطة الوزارة اليوم سي حسن معناتها غلطة صارت اليوم وكأنه حنا كيفاش باش تسويها الوزارة؟ لا 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 مش غلطة مال، وإنما تمس المتعبد بالتسوية كل اتفاقيات الحكومة هذه بتذكر الاتفاقيات السابقة. في الأسبوع قبل الفارد صارت جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الأمين العام والحكومة بقيادة رئيس الحكومة، ومبدئيا تم الاتفاق على الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة، لأن هناك استمرارية للدولة وتواصل للدولة واستمرارية وتواصل للدولة. التواصل بتاع الدولة ذي المفروض تلتزم به الحكومة، وعدا أجال وعدا تواريخ المفروض تلتزم بها. هذا تأجير وهذه أجور المفروض يلتزموا بها. تسمح لي سحسن لنا زيد اليوم كي نحكيه على كونتكست كامل نحكيه زيد الحكومة الحالية على الأقل حكومة بودن تقول كان خرجت من عامين متاع كورونا كانوا صعب اقتصاديا صحيح، تضحيات مش نحكي بالمقارنة على التضحيات في الظروف الصعيبة اللي قدمها الإطار الطبي وشبه الطبي والمتعاقدين ذو مرام اللي قاعدوا يخدموا في ظروف صعيبة يعطيهم الصحة وما ننسويش الحكاية. أما تقول لك أنا ظرف اقتصادي صعيب خليني في إشكال ما نجمش أنا حتى 3000 هذوما. شنو الإشكال وقت هما قاعدين يتقاضوا في أجوره بالدرا تخلص فيها بالي ولا جيبوتية تخلص فيها بالبالية التونسية من البالية التونسية قاعدين يخلصوا، لكن عملية التسوية فقط هي اللي فيها تلكة. وفي الأسبوع الفارد قامت بمقايضة خبيثة مش بقولش حاجة أخرى، وتوقيف الأجور بتاع 70,000 عاود بما في ذلك الأطباء والصيدليين وغيرهم، وقاع تجميد الأجور إلا بيتم وهدسة ذوبة بقاوا 1,500 يحبوهم يبذوا في الأجور غير قانونية، يحبوهم يبذوا ويصحوا معناها بالأشكال الغير قانونية، وتمت المقايضة. ولكن معناها احتجينا وجينا احتجينا في بير وزير الصحة وعملنا وقفات احتجاجية مما أجبر الحكومة على أنها تراسل وزير الصحة يوم الجمعة وتقول له مثالش زيد أعطيها بثلاثة شهور أخرين استثنائيين وأعطيها بأجورها. بالنسبة لنا كان نوع من العقاب الجماعي سحسن كان نوع من العقاب الجماعي. هذا أولا عقاب جماعي، ثانيا لخلق الفتنة داخل القطاع، يعني أصبحوا العوائل الأخرين يقول لك أنا وعليش توقف لي في أجرتي وقت لي هذو ما أبضاوش بروا امشوا صحوا بروا امشوا أبضوا وسبب شكون ولا يهدد كير يدخل السبيطار يعمل مش عارف شنو. خلقوا فتنة داخل الزبلاء وبينت بعضهم وقت لي كان من المفروض أن هذه حكومة وتمشي للتسوية وتسوي الوضعيات. سحسن خناك يا ماك زيد بصفتك الاتصالية الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام في صلب الجامعة، شفنا الفيديو اللي وقت اللي صارت أكل احتجاج متاع الإطار الطبي والشبه الطبي أمام البيرو متاع سيد الوزير. تصويرة هذيك عملت بوليميك اليوم في تونس، فما ناس قالك اقتحام فما ناس قالك ليرة تم تسهيل دخولهم غاديكينا وكانت بأمور قانونية وصارت أكل احتجاج هذية، فما ناس قال تم المحاصرة متاع سيد الوزير في البيرو متاعه. حبينا ناخذه صحيح من الغلط مع سيادتك سي حسن. لا لا هذه السلاح ولا داعش ولا واحد، احنا ما نحاسروا حد، هذيك بلاصتنا شينا باش نحتجوا نحبوا صوتنا يوصل مباشره للسيد الوزير في احتقاد كبير حقيقه نقولها. وكان بودي ادو التجمع يصير بصفه معناها هادئه وقدام الوزاره يا سيدي، مش البرة مش كيما تو بالبوليسيه مسكرين علينا ومسكرين السيركيلاسيون، ولكن قدام درجه الاحتقاد بإيقاف أجور الناس في شهر رمضان ودرجة الغضب ما استطعناش باش يشدوا هاك الفول هذيك والتحرك، واللي قالوا لنا احنا نحبوا الوزير يسمعنا مشاو قدام بيرو الوزير وعبروا على رايه، لا ضربوا لا بسوا لا كسروا لا هدوا لا خلوا وزير ما يخرجش، لا معناها من المستحيل هذا كان يصير. والوزير هو عضو من الحكومه محترم كيبو كيما بقيت الحكومه الكل، واحنا مشينا باش نوصلوا له صوتنا مباشرة باش ما يوصلوش على طرق أخرى بهذا وبغادي، رغم أنه سيدي الكريم السيد وزير الصحة راسلناه كجابة عامة للصحة في زوز مناسبات سابقين منذ أشهر لعقد جلسات تفاوض تجنبا للاحتقاد وللبحث على حلول
وزير الصحة الحالي السيد علي البرابط لم يجلس مع الجامعة العامة للصحة ولو للحظة منذ توليه وزير، ورافض كليا أي شكل من أشكال الحوار مع الاتحاد ومع الجامعة العامة للصحة في سابقة خطيرة. أنا كل وزير يجي لوزارة الصحة أول شيء يعمله يطلب النقابات ويحاول يلقى حلول ويحاول. سيد الوزير هذا بجاء بنفس النغمة تاع الحكومة بتبلح كليا من النقابات ومن آرائها ومن غيرها. الشيء هذا أكيد وقت اللي ما ثمش وسائل حوار، وقت اللي ما ثمش درجة تاع حوار بين بعض، أكيد باش يخلق احتقار كبير وباش يخلق توتر كبير، وممكن يصير انفلات رغم أن حاولنا نسيطروا بأقصى ما يمكن على أي انفلات يقع. السيد الوزير محترم، حتى واحد لا ينجم يعوزه ولا يعرضه ولا كذا. احنا حبينا نوصلوا لصوت الفريق. سحسن موجودين 3000 كما قلت لي، هذا تاكدوا لي تقريبين الرقم بالاتباع. شوف الرقم سيدي، تعطيك الرقم نتاع اليوم نحكي نتاع اللحظات هذيا يا سيدي اللي يعني لي انا. هذا تمثل الاطارات شبه تبيه والعمل عدة بالضبط 2115 اطار شبه تبي، 2115 اطار شبه تبي، البقيه بين اطارات وبين اطباء وبين دي فارماسيا اللي هما عندهم رقبتهم وعندهم تمثيليتهم النقابيه الخاصه بهم. انا حكيت لك على 3000 نومبر توتال دي كونتراكتيات الوزاره. هناك اشكال اخرى تاع تعاقد هل جيدها ويلزم نلقاو فيها التسويات. يا سيدي الكريم، في وزاره الصحه وتحت قبه الحكومه والدوله يخدموا في ناس ب 300 دينار في الشهر وما عندهمش حق في راحة أسبوعية ولا راحة سنوية ولا راحة مرض. أقل مسميك هذا راح. يعني حتى في أكثر البلدان ديكتاتورية وهمجية غير موجود. إذا إطارات بشهدها العليا توصل لها شهريتها 200 و 220 دينار أقل. وإذا يرتاح بالله حد يقبله وما عندهمش حق في راحة أسبوعية. هذا اللي صاير في وزارتنا هذه. سحسن سحسن أقل رو أقل مسميك هذا روا أقل مسميك. كيفاش اتصلت بالمدير العام وعلمت اللي هذا مخالف لكل أشكال القانون، قال لي أنا عندي ترخيص بالوزارة تفضلها، عندي ترخيص أريد أتعاقد مع الناس هذوما يخدموا فيهم. وقت اللي مرضوا بالكورونا الناس هذوما في تبك الكورونا رفض المدير العام تأجيرهم في أيامات غيابتهم وهم بالمستشفيات ومرضى في الديار. ديزانفيرمي ديزيتسوانيون هذوما شنو بالضبط؟ هذوما إداريين إطارات إدارية دخلوهم يخدموا بالطريقة هذه. واضح. سي حسن الحقيقة كاتب عام مساعد الجامعة العامة للصحة مكلف بالإعلام والاتصال سي حسن المازني، أجرو ميرسي لتدخلك معنا. لانتيغراتي الانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج وفي سيل فيسبوك. التصريحات خاصة نحكيو على وضعية متاع لي كونتراكتويل عددهم 3000 كان هذا أكدونا، ويحكي لنا زاد اليوم على بعض الإطارات الإدارية الصدفية مرض دارج عند برشا ناس خاصة في تونس، وهو مرض عنيد ويستمر لفترة طويلة، وفما مخاوف كبيرة، ناس تقول لك معدي، ناس تقول لك ليه، ناس يقول لك راهو نجم يمثل مضرة واختار على صحتك. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشا توينسة الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك مرأة، نشكرك على الاستضافة. منسي الحقيقة أشكفة كل ما كلمت قولي وكير حايم دكتورة. دكتور الصدفة هي مرض دارج عند التوينسة معناتها، وعندنا بعض الأفكار اللي غلط عليه شوية. أي. كيما سير كيداوى، لكن نجم مثل نجم يكون خطير شوية على صحة الواحد كيمرض فيه وما يداويوش مليحة. باهي عندنا أفكار غلط عليه، هي كل الأمراض الجلدية كلها عندنا أفكار غلط عليها، خاطر كل ما يطلع حاجة على جلدة نخافوا منها لتعدينا. بيه الصدفيه ولا اون فرونسي اسمها بسورياسيس، والا في بعض الحين تلقى الكلمه العاميه الصفره الشيحه. دونك هو مرض راهو غير معدي، نبداو من الكلمه نعاود ونقول راهو هو مرض مش معدي بكل لكنه مزمن.
ينجم يبرأ بالدويات حتى واحد وراه ينجم يبرأ يعاود يرجع. فاش يتمثل هالمرض هذا؟ المرض هذا هو يجمع بين زوز حاجات، يجمع انه فما اول حاجة فما التهاب في الجلدة، والحاجة الثانية النقطة الثانية اللي يجمع معها مش التهاب اكها، وانما فما تجدد سريع للخلايا نتاع الطبقة السطحية نتاع الجلد. معناتها احنا الجلدة نتاعنا تتجدد تقريبا في اربع جمعات. عند اللي عنده مرض صدفية راهو يتجدد في 3-4 أيام، وهيك علاش القشرة الميتة هذيك تبدا ظاهرة على العيان، الانسان يراها القشرة البيضة هذيك. دونك المرض راهو مش مخطر، ما يعديش، لكنه بين قوسين مزمن. شو معناتها مزمن؟ راهو مش ديما، معناتها يبدا موجود في فترة يتحسن في فترة ينجم يعاود يرجع، ينجم يقعد مدة طويلة باش يرجع كيما ينجم يرجع بالفيسة. به مال فكرة انه يقول لك يطفى، معناتها تفالي ورجع لي تفالي، هي هذه معناتها انه تبرى برا وعاود ترجع. اما برا معناتها نحكي مش ما يظهرش ما عادش يظهر المرض موجود في الخلايا. هذيك علاش حبيت نفهم، هو حامل المرض هو حامل المرض، ينجم يظهر في كل وقت لكن يتخبى ويعاود يظهر في وقت من اوقات، وراه يترجع جلده كانه ما عنده حد شيء. اون ديري مثلا حاش يقول ما حاش اون ديري سكت المرض، اون ديري توقف وعاود حيعملوا له جديد. مربوط بلي سيزون ولا هو مش مربوط بلي سيزون؟ اما الانسان اللي عنده صدفيه ولا امراض صدفيه اغلبهم تحت اشعه الشمس يتحسن. هيك علاش يقول لك راه في الصيف يتنحالي في الشتاء يرجع لك يعاود يتحيل. خاطر احنا اسمك تعرف اللي الفكره هذيا الامراض الناس المرضى اللي يتحسنوا في الصيف توجدت منها نوع من انواع الدويات اللي هي البيفا ثيرابي، اشعه الاشعه الفوق البنفسجيه. دونك ولا فما كيما نقولوا احنا ديكابين اللي نعطيو فيها الاشعه هذه باش هو في الشتاء كي نعملوها هي تتحسن، وننصحوا في الصيف شي بحر ويتعرض لاشعه الشمس هي راهي تطفى. به 70-35-120 هذا باش تنجموا تاخذوا تليفوناتكم الكل. دكتور خنفه منحاش، دونك الصدفيه هي التهاب جلدي وينجم يطول معايا غير معدي ومزمن ياخو برشا اوقات. هو التهاب جلدي لكنه الخاصيه نتاعو فما التجدد السريع نتاع الخلايا نتاع الطبقه السطحيه نتاع الجلد، اسمك تعرف هذا. والتجدد الموجود في الخلايا مش خبيث، تجدد عادي، الجلد الخليه تتعاود بنفس الطريقه المصنوعه من الاول. دونك ما فماش تغيرات في الخلايا. دونك مش مرض خبيث، دونك هو مرض التهاب يجمع مش التهاب كهو، راهو الخاصيه نتاعو هو تجدد الخلايا نتاع الطبقه السطحيه الكيراتينوسيت واللي فما غونوفلمون. دونك القشره في عود باش تتبدل نتاع الجلد في عود تتبدل بعد 4 جمعات راهي مش بدا في 3-4 أيام. الصدفيه هذه ولا الصفره نتاع الجلده خلينا نقول زاد بالعامي ما تطلع كان في الركيب في المرافق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشعر في الراس ثم بلايص اخرى فين تطلع هي اغلبها في الاغلب تطلع في البلايص فين فما اكثر تروماتيزم، فين احنا نضحكوا الركيب المرافق اليدين الشعر. لكن هذا رغم لا استنيني هي اللي نعرفوه واللي متواجد اكثر في البلايص اللي فيها التروماتيزم، تنفسيق تقع في البلاصه اللي هي معرضه للتروماتيزم اكثر. لكن هذه مش قاعده، لازمك تعرف اللي صدفيه تنجم تجي في اي بقعه، تنجم تمس الشعر، تنجم تمس اي بقعه في الجلده كي تبدا هي ايتوندو ولا في حاله قويه، وتنجم تمس حتى الضوافر. ايوه توصل معناتها للضوافر. الضوافر راهو يعطينا مظهر، يا اما يبداو مخشرفين يا ابدا يا الا يبداو فيهم شويه قشره. دونك حتى الضوافر تنجم تتمس في الحالات القصوى بالبسورياسيس. به ساعات عند مرات تطلع تحت الصدر نتاعها دكتور ديجا الحاله هذيا هما الحالات الغير العاديه نتاع صدفيه. احنا نعرف اللي الصدفيه تجي في الجلده اللي مش الثانيه، نقولوا احنا في الجلده الكونفكس. لكن فما حالات اللي هي اتيبيك اللي هي مش عاديه اللي تجي في الثانيه، تجي في الضباب، تجي تحت الصدر، تجي في البلايص فين الوليس لي بلي انغوينو. دونك في الوليس غادي، ولكن تعطي مظهر مش كيما المظهر نتاع صدفيه. تبدا فما كان الالتهاب ما فماش قشره، خاطر هي بلاصه هذيك مبلوله تحس فيها ندوه، دونك ما تلقاش القشره، ترى كان بلاصه حمراء هكا وغادي بالذات تبدا فما حكات. لازمك تعرف اللي البسورياسيس جينيرالمون ما يحكش الا في حالات نادره فما الحكين، في البلايص فين فما الثانيه يبدا متقلق بالحكين.
معناتها معناتك النوفي بتاع معناتها الواحد بدا بيحك خاطر هي ديجا قاعد تعرض لعمليه الحكين متواصله معناتها مش الذكاء البلاصه نتاع اريتاسيون نقول احنا نتاع تهريه اما تلمو تبدا انفلاماتوار في البقعه هذيك اللي عندك احساس ان هي حاجه كانت تحك فيك دايوغ هما كيجيو على اساس اللي هي فما شامبينيون غادي ولا حساسيه وهي تطلع صدفيه في البقعه هذيك نجمو نحكيو على الانواع نتاع الصدفيه دكتور قبل ما نحكيو على الانواع نحكيو على النوع اللي راهو ديما الصدفيه باش نعرفوها اللي هي صدفيه معناتها انت كي توصل لها باش نفهموها اللي هي صدفيه حاجه معناتها ما تتنساش كي توصل لها ترى بلاصه حمراء فيها فوق منها بلاصه الحمراء لازم ناكد لي بلاصه حمراء تبدا بيان ميتي معناتها مسطره بالستيلو معناتها تنجم تشد الستيلو وتتبعها نجم تشد الستيلو وتتبعها تلما محدده محصوره في بلاصه محصوره في بلاصه وفوق منها هي بلاصه حمراء محدوده في بلاصه وفوق منها قشره بيضه القشره البيضه الخاصيه نتاعها شنو قشرة بيضة هذه كي تمسها انت وتحاول تقرقشها قد انت بتحاول هيك تقرقشها وتبربشها قد ما هي تزيد تبيض هي بيضة وانت شفت انت كي تشد شمعة وتبدا تقرقش فيها وتبدا القشرة البيضة ذيك هي طايرة هيك انت تبدا تمس فيها وهي قشرة شيحة بيضة قاعدة تطير دونك هذه الخاصية باش نعرفوها هكا معناتها كي تغزر لها حاجة كي تغزر لها مرة ما عادش تنساها معناتها بلاصة حمراء محدودة بحمراء وفوق منها قشرة قشرة بيضة ايباس وكي تمسها انت تمسها هكا دوبا تمسها شوي تحيرها شوي وهي تزيد تبيض والقشره تبدا تتناط بالحالات الاخرى الحالات الاخرى اللي هي غير اعتياديه تلقاها اذا تعرف الحالات العاديه جينيرال بون يبداو بلايص محدودين ايباربي معناتها كي تبدا خفيفه بركه تلقاها في الزون دو تروماتيزم كي تبدا ايتوندو شويه تبدا تجي في او نيفو دو ترون هكا في الزرف البتن شويه تبدا تكثر البلايص نقولوا يبداو يزيدوا يكثروا اكثر لكن فما حالات اخرى اللي هي تنجم تمس البدن الكل سي لا فورم ريتروديرميك هذيك هي حاله استعجاليه نجم حتى نرقدو خاطر احنا كي يبدا التهاب كبير في الجلده كامل فما يصير فما خلل توازن في البدن دونك تلقاها لا فورم ريتروديرميك ما تلقى حتى بلاصه تاع جلده لاباس كلها الجلده كلها حمراء وهنا في الحالات هذيا القشره اللي كانت خشينه ويابسه وبيضه باش تولي خفيفه معناتها ما عادش ترى لاسبي تيبيك نتاع البسورياسيس مي احنا معناتها بالهيستوريك نتاعو معناتها كي نسالوه كيفاش كان وعنده صدفيه يبدا مريض نتبعوا فيه ديجا عنده صدفيه في بعض الاحيان تتحول للفورم ريتروديرميك معناتها بعد مده انت تحكي لي على الحاله هذيا ما هي ما فماش وقت ما فما ممكن دي فاكتور ولا فما دي تيران اللي يتعدى فيها الشخص هذاك اللي فورم ريتروديرميك الحاله الثانيه اللي هي مش اعتياديه الحاله الثانيه هي لي فورم دو بسوريزيس بيستولو معناتها تلقى بلاصه تاع صدفيه وفيها روس بالقيح قلنا روس القيح هذه نتاع ماده هي مش ماده حتى كي نحلوها ما نلقاوش جرثومه دونك هما دي بيستول اسيبتيك ما فيهمش جرثومه مش قيح وانما من كثر الالتهاب انتيرك نكته القيح هذيك هي مش اختيرة اللي لها توازد سجون فورم دو بسورياسيس وناتيوها الفورم الاخرى اللي احنا نجم نشوفوها انو البسورياسيس يجمع مع حالات البرد برد في المفاصل هذيك عنده علاقه كبيره روماتيزم بسورياسيك معناتها هذه بلو فريكونت كو لي زوتر تقام هذه تبع عند الطبيب البرد على خاطر عنده برد وبعد يظهر عنده البسورياسيس ولا بالعكس ما يتبع عند طبيب الجلد عنده بسورياسيس وبعد يظهر عنده البرد في المفاصل خاصه المفاصل نقولوا احنا المفصل الكبير مش المفاصل الصغار الجنو لي كود المرفق الغشيز وجيعة مش قويه برشا اما هي موجوده هذوما الحالات ثلاثة حالات اللي هما غير اعتياديين كان لازمك تعرف اللي في الحالات العاديه في البسورياسيس العادي فما بعض بلايص اللي هما سبيسيال اللي هي تجي البسورياسيس في الكف نتاع اليد وفي قاع الساق هنايا راهي تقلق برشا فما جين فونكسيونيل كبيره على خاطر البسورياسيس كي يجي في قاع اليد في كف اليد وفي قاع الساق ينجم الجلده تتشقق من كثر ما تيبس دونك القشره تولي يابسه من كثر ما تيبس حتى تولي فيها شقوق
هنا حتى الانسان كي يجيب شكو مصباح باش يبدا يخدم باش يمس حاجه يتوجع بك الشق هذاك اللي موجود في الجلده. وهنايا المرضى معناتها من اللون معناتها نحاولوا ديما نعطيهم الدواء القويه على خاطر فما اون جين فونكسيونيل كبيره والمريض متقلق برشا. توصل وجع وجع كي سالت يقول لك سيتو كي تجي في يدينا لازمك تعرف اللي هو البسورياسيس العبيد علاش تعدي عليه. احنا نعرفوا اللي هو مش هو مخطر مش هو معدي لكن نعديو عليه خاطر يمس جمالية الجلد جمالية الإنسان. دونك نفسانيا الإنسان ما يقبلش اللي عنده حاجة في الجلد دونك هو يجي يعدي نفسروا له اللي هو مش مختكر ونحاولوا نبداو له ديما بالدواء الخفيفة نحاولوا نعطيوه المراهم الجلدية وبعد كي تولي تسرح نعطيوه الدويات اللي هما الحريبش ولا زريرق. مي في الحالات اللي تبدا فما جان فونكسيونيل معناتها انسان موجوع كي تبدا يد وما ما معناتها نقولوا احنا فيه جروح ولا سقيم ما نجمش يمشي ما نجمش يخدم وقتها نحاولوا الماكسيموم نعاونوه بالدويات القوية. باهي خلينا نمشي على الاقل بعض الانواع اللي زاد سالوني عليها. الصدفية اللي تجي في الصوابع في وين وين الظوافر دكتور شنية بالضبط هذه معناتها اللي يقول لك تجينا في الظوافر هكا اليوم وتقعد وتصفار حتى صوابعهم دكتور ما فهمتكش تنجم تعود كيفاش الحال معناتها الصدفية تنجم تضرب حتى شوف هي الصدفية تنجم تضرب اي بلاصه في الجلد كما قلنا هي كف اليد بما فان كف اليد والصوابع شنو الاشكال في الجلده نتاع الكف سواء كان الصوابع والا الكف اليد هو انها مش تيباس كهو انها تيباس وتشقق الجلده تيباس كهو راهو النجم نعطيو مراهم جلديه تولي تتحسن اما القلق الكبير وقت اللي هي تتشقق معناتها تيباس الجلده وتشقق هنا تصور انت صوابعه مشقوقين كي مش يمس اي حاجه مش يخدم اي حاجه المراه اللي كان مش تغسل معونه مش تقص خضره مش تعمل اي حاجه تستيلو اي حاجه اي معناتها يوجعها اصل يوجع ما تصور انت في الحياه اليوميه نتاعنا نتاع كل يوم انت تجي مش تمس حاجه باش تعمل حاجه تتوجع دونك هنا فما اون جين فونكسيونيل كيما ينجم في الصوابع ينجم يمس الظوافر يعطي مظهر يا اما ظفر مخشرف والا منقط والا كانه شامبينيون يولي ظفر خشين يابس تجي تعمل له تحليل ليكزاميكولوجيك نتاعو وتلقى ما عندوش شامبينيون دونك هو تابع الصدفيه وقت نعطيو الدواء نتاع الصدفيه. باهي خلينا نوضح لنا مالا حاجه اخرى مالا دكتور كان تسمح. دونك الصدفيه اول ما تبدا في البلايص اللي فيهم برشا معناتها احتكاك كيما المرافق كيما الركيب ومن وقتها تنجم تتطور نوصل للحالات هذيا نتاع اليدين نتاع الرقبه نتاع الشعر نتاع كف الساق. هو يلزمك تعرف في البسوريازيس ما فماش تطور تدريجي باش نبداو متفاهمين معناتها احنا مش الحكايه تبدا اي في المرفق وبعد تتطور وبعد كذا لا راهو ينجم يجيك المريض عنده صدفيه كيما عنده كعبات في بدنه عنده كعبات في المرافق نتاعو لكنهم هما البلايص اللي التيبيك نقولوا احنا نبداو لو جاي يجي واحد يقول لك ايه عندي بلايص في بدني تغزر لهم تراهم تاع صدفيه باش نزيد ونثبتوا اللي هو صدفيه فين نمشيو نلوجوا مشو اللوجو اللي في لي زون دو تروماتيزم اللي هو فما عنده صدفيه في البلايص هذوكم راهو ما فماش قاعده في الصدفيه معناتها انت ينجم يجيك شخص عنده ايديه وساقيه اكاها نقطه الى سطر اللي هما خشين ومفلحين ما عنده حتى بقع اخرى نحاولوا نسالوه في الهيستوريك نتاعو عندوش جاتو شي بلاصه فيها حمرة فيها قشره عندوش قشره في شعره نفحصوه اصلا معناتها شنو عنده في شعره في بدنه بعد نجيو في حد ذاتها هي البقعه نمشيو نفصلوها نغزرو لها نفصلوها نشوفوا نلوجوا على الخاصيات نتاع الصدفيه اللي هي محدوده لا نجم نشد ستيلو انا ونتبعها قديش عندها تحك ما تحكش تنز بالماء ولا ما تنزش خاطر لازمك تعرف اللي صدفيه ما فيهاش ماء ما فيهاش بلل تبدا شيحه اكهو القشره ديجا قلت لي القشره تبدا تعمل لك شيحه ما فيهاش بلل دونك راهو ما فيهاش قاعده في الصدفيه وقتش باش تتطور وقتش باش تكثر ما فيهاش قاعده ينجم يكون يجيك العبد عنده يديه وساقيه هكا عنده ساعات يجيك انا تبعت بعض دي باسيون عندهم كان في ظفرهم هكا ويجيك عنده ظفر مخشرف تعمل اكزام ميكولوجيك نيجاتيف ينجم يكونوا برشا مرض في الحاله هذه نقولوا له انت تقعد تحت المراقبه وقتاش يكتمل التشخيص وقت يظهر حاجات في الجلده كيما تنجم ترجع لبيز ظفره وما يظهر حتى شيء
دكتور شنو هي الخصوصيه نتاع الصدفيه اللي تجي في الشعر تجي في الراس بليتو معناتها برشا سالوني عليه يقول لي معناتها ساعات كي نمشي يقول لي راه عندك الصفره معناتها جلده الصفره في الشعر معناتها وحتى كي معناتها عملت بحث صغير قلت علاش هالتصنيف معناتها علاش كي تتعاملوا مع في المرافق مثلا مش كيما في الشعر مش كيما مثلا في اليدين وفي الكف معناتها في تصنيف معناتها بصفه عامه دكتور بالنسبه للصدفيه في الشعر هي تعطينا القشره هو الانسان اللي يجي يعدي على صدفيه في يجي يقول لك عندي برشا قشره عندي حبوب في شعري اذا ماك تعرف القشره في الشعر لي لها برشا اسباب من بينهم واهمهم هي الصدفيه من بينهم واهمهم هي الصدفيه اوكي دونك احنا كي نجيو نكشفوا على الشعر راهو كي جيت القشره راهي مش خفيفه ومش جويده راهو اصلا ترى البلايص الاحمر اللي فوقهم القشرة هو الشخص كي يبدأ يمس علاش يجي يقول لي عندي حبوب في شعري خطر هو كي يمس في شعره يحس تخيلها في مخه مش يرى فيها يتخيلها اللي يحب علاش على خاطر القشرة من كثر ما يبست اللي طلعت على الجلدة كي يبدأ يمس فيها كأنها حبة وهي قشرة تحت منها الجلدة الحمراء دونك انت ساعات حتى الحمورية تخرج حتى على الجلدة من في الجبين تراها بونت حمراء بيان تخسي فوق منها القشرة كيف كيف تبدا هي كي تجي نزيدو نثبتو نبداو نفرقو في الشعر تراها بلاصة مدورة بيان ليميتي حمراء وفيها قشرة هنايا في جلدة الشعر تعطي الحكاية عند بعض الناس تعطي الحكاية والقشرة راهي بيضة وشايحة الفرق بينها مع الديرميت سيبوريك الديرميت سيبوريك تعطينا قشرة مزيتة هذا هو الفرق على الأقل أنا باش القشرة مزيتة الصدفية تعطي بلاصة حمراء وقشرة يابسة بيضة بيضة وكي تمسها تحسها يابسة وشيحة الأخرى قشرة تبدأ مزيتة عاطية بصفوري الفرق زيادة اللي في القشرة نتاع الشعر راهو بين الصدفية والديرميت سيبوريك في الصدفية القشرة البلايص الحمر تراهم باختو نجم تراهم باختو تنجم تسرح في البدن par contre في الديرميت سيبوريك تبقى لوكاليزي الشعر حواجب في الخط هذا اللي بين الخشم والوجه في الحالات القصوى نتاع الديرميت سيبوريك تجي في الصدر وبين الظهر في الحالات القصوى اما البسورياسيس راهي سي اون مالادي اللي هي تنجم تعمل اكستنسيون تنجم تسرح في البدن توصل للبدن كامل عاود ذكركم لموضوعنا اليوم مع دكتوره هيش الكشوخ طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه فيما يخص الصدفيه هل انه صحيح من اعراض الصدفيه بصفه عامه وهك حكينا على القلب بعض الانواع بالاماكن ديما مش نلقاو البلاصه الحمراء اللي حكيت لي عليها وديما مش نلقاو اكن كتلو بيض اللي هما القشره الشيحه اللي حكيت لي عليها وباش نلقاو الجلده نحسوها شيحه ومتسطعه نلقاو فما الحكه ماذا بيه الواحد يبدا يحك فيها وتصل حتى الحرقة وتوجع معناتها البلاصه هذيك صحيحه النقطه هذه يا دكتور هو الصدفيه نقولوا احنا في اغلب الاحيان راهي ما تحكش في اغلب الاحيان فما في حالات نادره فما الحكين في حالتين فما لو بروبليم سيكو افكتيف النفسي يبدا انسان مركز على المرض نتاعو ويولي يحك من غير ما يشعر وفما النوع اللي هو يبدا تري انفلاماتوار يبدا احمر برشا ملتهب برشا يعطينا نجم يعطينا الحكين دونك الصدفيه في الاغلب راهي ما تحكش وما تقلقش سؤالك الثاني انه يقول لك نحس بلاصه تحرق في جلده تحرق في وقتاش تحرق وقتاش توجع وقت اللي انا نقرقشها ونزلخها ما مسيتيش ما تحرقنيش ما توجعنيش ما تحرقش اذا كانوا هي تغزر لها البقع مثلا الطبيب يغزر لها البقع اللي هي لهي مقشره لهي مزلوعه يقول لك توجع فيها راهو هنا فما عامل نفسي راهي صدفيه راهي ما توجعش وما تقلقش في الاصل تحك نجم تحك اما ما توجعش نجم تحك في بعض الحالات اللبس انا مريول باليدين مع هي البلاصه الحمراء باش يبدا تحك وتعاود نزل على الطالب باش حاسه تحك وتاكل فيا تولي كيكه دكتور معناتها تولي حاله عاديه وقت اي اما مش ما توجعش راهي نجم توصل من الاعراض تقول لك يحس في فاصل يابسه دكتور هل هي من الاعراض ولا لا اذا كان تعطي وجيعه في المفصل اذا كان احنا في الحاله المرضيه نتاع صدفيه مع لوبسورياسيس روماتيزمان روماتيزم اللي في المفصل يعطيك وجيعه في المفصل اما باش تعطي ريجيديتي معناتها الانسان ما نجمش يتحرك ولا يخليه انكابابل باش يمشي ويجي لا دكتور
شنو معناتها شنية من الأسباب اللي تخليني أن نمرض بالصدفية هذه؟ فما سبب معين علمي خليني يكون نمرض به وإلا لا؟ بيه هما برش عوامل باش يعطينا الصدفية. إنسان مش يمرض بالصدفية راهو برش عوامل. العامل الأول هو عامل جيني. احنا فما أرضية وراثية، ما جيتني أنا صدفية، كان إلى خطر أنا عندي في العيلة أنا عندي شكون عندي صدفية من العائلة الكل من البو والأم نبدأ تتفرق. ثم العامل الثاني هو الخلل متاع المناعة، خلل في التوازن متاع المناعة متاعنا. والعوامل الأخرى اللي هي تجي للتوازن متاع المناعة تدخلوا بعضه شوي، كيما ستريس، كيما ليزانفكسيون، تروماتيزم، الكول، معناتها شرب الكول، نقولوا احنا التغذيه الغير سليمه، هذوما كلهم بعض العوامل اللي هي تخلي فما خلل في التوازن نتاع المناعه على ارضيه حاضره باش تعمل لنا صدفيه، تخليك صدفيه تولي تعمل لنا صدفيه. دونك حنعاود نذكر من بعض العوامل دكتور، دونك اللي تحفز اني باش نمرض بالصدفيه كيما كنت تحكي لي. نحكيو على الدخان، نحكيو على الكول، نحكيو على ستريس. طقس البارد والسخون يحفز والا لا دكتور؟ يبدا بارد برشا، بارد برشا كيما قلت لك راهو البرد ينجم يخلي فما ظهور الصدفيه. دونك علاش المرضى اللي عندهم صدفيه يظهر عليهم صدفيه في الشتاء؟ دكتور الجلد عرضة اللي صابيت مثلا تجرح بيكور داب معناتها قرصتني اي حاجه، معناتها هذيك من العوامل اللي تحفز تخليني نمرض بالصدفيه. هي اذا كان احنا الصدفيه موجوده وظهرت علينا الصدفيه ينجم على جرح، جرح في حد ذاته يخلي فما تظهر عليه فيه بقعه تاع صدفيه، نسميه فينومين دو كوبنا. الخاصيه نتاعو اي جرح ينجم يظهر عليه الصدفيه، اي جرح ينجم يمرض عليه صدفيه، معناتها ينجم تظهر عليه بلاصه صدفيه. لازمك تعرف احنا علاش هو موجود الصدفيه، علاش تظهر في المناكب وفي المرافق. سي لي زون دو تروماتيزم اون فيت، معناتها انت كل يوم قاعده تجرح 1000 مره في مرافقك وفركيب، دونك في البلايص هذوك مش يظهر عليهم اكثر، وحيد يظهر عليهم صدفيه. فهمت. وكين تجرحوا هو مش ديما اللي عنده صدفيه كي تجرح عليها البقعه. اما كي يجيك واحد يقول لك هذيك كاين جرحه وظهرت عليها صدفية، سي توتا في نورمال، على خاطر هو المرض ينجم يظهر على الجروح. باهي دونك فهم. أما مش معناتها أنا أشاك فوا مش نتجرح راه مش تظهر من تمرض لي بالصدفية. باهي دونك هذا لازم يفرقوا فيها. باهي دكتور فما بعض الدويات اللي تحير الصدفية بالطبيعة، فما بعض كيما الكورتيكويت كيما البيتا بلوكون ينجم يحير الصدفية، كيما لي سيل دو ليتيوم. فما بعض دويات اللي هما ينجموا يحيرونا صدفيه. احنا اكثر واحد نحكيوا عليه هو الكورتيكويد. المريض بالصدفيه تو واحد ما يعرفش روحه عنده صدفيه وما عمره ما مرض بالصدفيه، هو حامل مرض الصدفيه لكن ما عمره ما ظهرت عليه صدفيه. نجم نقولوا له اسمع انت، اسمع عندك في العائله شكون عنده صدفيه، ما تاخذش كورتيكويد. لا، اما اللي عنده صدفيه نقولوا له من المستحسن، من المستحسن نحاولوا اون ايفيت لو ماكسيموم لا بريز دو كورتيكويد، مش كريمه، شربين ولا زريره. دونك هذاك في الحالات اللي هي تسمح. راهو مثلا واحد مريض مرض الربو مش تجي تقول له ليه ها ما تاخذش كورتيكويد ليه، وساعات يبدا اون كريز باش تعمل له زريقه انت نتاع كورتيكويد، تقول له ليه انت ما تاخذش كورتيكويد. ولا انسان يجيك عنده حساسيه اورتيكيه مثلا ياكل في بعضه بالحكين، تقول له ليه انت عندك صدفيه ما تستعملش كورتيكويد ليه. في الامكان اني احنا نجمو كي نحاولوا اون فا ايسي ان احنا ما ناخذوش لي كورتيكويد بافو جينيرال في حدود المعقول، في القدره معناتها في المقدور ان احنا ما ناخذوش الكورتيكويد. وذاك علاش نعاود نذكر اللي يسمع فينا، كل ما يجي بحذايا طبيب اكلي تمشي تاخذ انتيبيوتيك وحدك، تمشي تاخذ انتي انفلاماتوار والا كالزريقه، خاطر الكورتيكويد جينيرالمون يمشي يقول اعطيني كل كوكتيل اللي في الواحد راهو الدار نتاعو خايبه هاكم شفتو حتى على الجلده، راه معناتها ينجم يجيب شي عاونك على مرض خاطر خذيته وحدك يتسبب لك في مضاعفات اخرين. السمنه هل هي من الاسباب دكتور اللي تحفز لظهور الصدفيه؟ والله جو نبونس با، مي هنقول لك كي تبدا مثلا تلمون سمنه كبيره لدرجة اللي مثلا جلدة تلصق على بعضها، جلدة تلصق على بعضها تنجم، خاطر هنا نحكيو على تروماتيزم، ولات الجلدة تروماتيزي بما انها هي فما تهري باش تهرى الجلدة، هي كتهري كي تركب عليها مرض صدفية.
دونك مش لوبيزيتي في حد ذاتها مي لو فيت انها جلده تولي ليس قلبها يسببوا اللي تسبب السمنه من الاحتكاك. الاحتكاك هذاك هو نوع من انواع التروماتيزم دونك عليها هي تنجم تركب الصدفيه. فما نوع تاع ماكله ينجم يسرع بظهور معتذور الصدفيه كيما المقلي مثلا ولا لا ما ثمش. اما احنا شنو نقولوا التوازن الغذائي ديما يخلينا احنا فما توازن في المناعه نتاعنا. احنا شحكينا حكينا اللي صدفيه هي ارضيه وراثيه معاها خلل في التوازن المناعه. قد ما احنا راهو نبداو متوازنين في التغذيه نتاعنا قد ما البرشة امراض حتى تكون مخبيه ما تظهرش علينا. صحيح معناتها في التوازن ديما فما المناعه نتاعنا تبدا رايده ريكها مرها لبس عليها. قد ما احنا نبداو داخلين بعضنا في كل شيء دونك المناعه كلها مش تدخل بعضها والارضيه الحاضره باش تظهر علينا صدفيه مش تظهر. خلينا ناخذ تليفون دكتور كان تسمح لي على 70 35 120. سي مصطفى اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. مرحبا سي مصطفى. معك دكتور هاجر سؤالك. مرحبا دكتور هاجر مرحبا بك. ديجا عديت عندك قبل الدكتوره الحساسيه وعديت عندها قبل وعديت عنده طبيب اخر زاد في القروان اللي علينا في ذكر صرت برشا فلوس على صحتك مثال شيء. اعطيني اعطيني شو المشكله اعطيني شو المشكله يا سي مصطفى. الناس ولا الاعراض الكل تحكي عليهم انت في الحيم ومع مدامها صدفيه ومن بعد ولا في كل برشا حاجه وتقعد تقعد ترجع لك. نعم تقعد تقعد وترجع لك. اي ترجع لي. الصدفية كيفاش ولات لك البرص؟ ما فهمتش في البلايصة صدفية بياض ومعناتها ولا؟ هاي عندي تحت لحيتي بشوية وفي صبعي ولات لي كحشاك البرص مرلولة تاكل فيه شوي شوي ومن بعد ولات لك البرص بياض بلاصتها بياض. آخر مرة شفت الطبيب وقت ايش يا مصطفى؟ والله ماي 2021 ماي 2020 2020 من 2020 مرجع وانت عايش بالصدفية وما رجعتش طبيب حتى طبيب معناتها بصفة عامة. اي ما رجعتش. اي لا في الحين ما يستمل برشا فلوس برشا تعبت تعب والفلوس خليفت معناتها على صحتك خليفتهم ربي متفاهمين. اما على الاقل الدكتور اي ما الدكتور كانت واضحة من الاول قالت لي قالت يمشي ويرجع راهو يمشي ويرجع. حبيت نتدخل حبيت نتدخل مع دام هاجر. اي فماش فما خاطر فماش نتيجه هكا الواحد يرتاح منه فرد مرض. باهي. اما يمشي ويرجع هذيك هي اللي حبيت لك علاش حبيت نطلب مدام هاجر. لازم نولي نواصل معاها ونرضى وناخذ معاها هي ديسيزيون باش نكمل ماذا بيا انا نبره ما يهمنيش الفلوس كما قلت لك. فهمتك. باهي دكتور. باهي مش نجاوبوا. الصدفي هو عنده حق راهو خاطر برشا مرضى يراهم يقبلوا ما يقبلوش المرض نتاعهم ويقلقوا لي هما ديما بحث الطبيب. انا شنو نقول لهم باش نهزهم المعنويات ونقول لهم راهو هو كيما مرض السكر. نحي الراديو سي مصف الراديو اللي بجنبك ماذا بيك تسكر. هو راهو كي الامراض المزمنه الاخرين الكل لكن هو الحمد لله راهو هو مرض في الجلده مش جاي لداخلين. معناتها احنا ديما الواحد باش يستراح يرى غيره كيما نقولوا احنا. الامراض المزمنه فما برشا امراض مزمنه لكن احنا الحمد لله هو مرض في الجلده جوست هو المظهر يقلق شويه كاو اللي احنا نجمو نغطيوه بالبومادات وبالدهينه والكل اللي هو ما يضرش حد شيء في البدن لا يمس قلب لا يمس كل ولا يمس العينين. دونك هذا فضل معناتها حاجه معناتها الواحد يحمد اللي عليها ربي اللي هي معناتها مش حاجه اللي تمس حاجه دخلانيه لكن نداويوه على خاطر الانسان ما يحبش روحو عنده حاجه. باهي انا نقول اللي البسوريازيس ما عمره ما يعطينا بلاصه بيضاء مستحيل الا في حاله الا في الا اذا كان هو يقصد حاجتي يا اما البلاصه نتاع صدفيه استعمل عليها اكثر من لازم دويات دونك الدرجه اللي جلده الحموريه هذيك خلفت له بلاصه بيضاء والا زيد والا خليها برشا حمراء اللي ولا هريها ولا زلحها ولا حاجه اللي خليت له سيكاتريس بيضاء والا مرض اخر اللي هو الفيتيليغو اللي نجم نشوفوه مع مرض مناعه اخرى معناتها هما ينجم يكون عنده زوز امراض مخلطي مش مرض واحد خاطر راهو اللي يعمل صدفيه مش ممنوع عليه باش يعمل مرض اخر جلدي. معناتها احنا كي
الانسان ساعات نشوفوا ثلاثه امراض في نفس الوقت، خاطر فما الخلل المناعه ساعات نقاو لحظه صدفيه ومعها فيتيليغو مثلا. فهمت؟ خاطر الكل يرجع اللي هي فما خلل في المناعه. دونك هوني باش السبب الاساسي الخلل في المناعه ينجم. اما كيفاش باش يكون معناتها كيفاش يبان كمرض شنو معناتها؟ راهو احنا كيما تقول انت انسان عنده مرض السكر وظهر عليه من عشان حساسيه في خشمه، مش ممنوع. معناتها زوز امراض باش تلقاهم عند نفس الشخص مش ممنوع. دونك البلاصه البيضه هذيا معناتها لازم الواحد يعرف شنو هي، يندرى هي مرض قاتل بسوريازيس اللي يلزمه مرض دواء سبيسيال اللي هو والا هو سيكاتريس تاع صدفيه. معناتها اذا كان سيكاتريس تاع صدفيه اش مع هي الصدفيه راهي ما تخليش سيكاتريس. باش نبداو متفاهمين، ما نحبش كلمه السيكاتريس تخرج، راهو الصدفيه ما تخليش اثار الا في حالات اللي الانسان زلحها ولا استعمل عليها دويه مش ادابتي لدرجه اللي جلده ما عادش تنجم ولا تبيض. ها دونك هنا هو احنا نثبتوا اندرا مرض ولا سيكاتريس. اللي كان سيكاتريس في الاغلب راهي ترجع، معناتها ما تقعدش في مصفى نفس الدوسي وتعاود تتصل بالطبيبه باش تفهم من قبل التو على الاقل باش تعرف وين كنت من عام 2020 ل 2022، لو مده نتاع اشهره مازموش يقلق. مازموش يقلق، راهو معناتها فما حاجات الواحد ساعات نقول احنا الانسان لازم يتعايش معاه. دونك هي حاجه ما تضرش، دونك ما تعديش، دونك ما تقلقش، دونك لازم يتعايش معها يقبلها. قد ما احنا نقبلوا امراض راهو قد ما نعيشوا لاباس. فهمت؟ ما كي تبدا تو دكتور ساعات كي تبدا في الصوابع معناتها في اليدين كيما قلت تقلق، تبدا ظهر القلق وهيفك. علاش انا قلت لك راه في اليدين لا نعطيو دويات، راهو مش معناتها احنا ما نداويوش. راهو اوزلي معناتها باش نبداو متفاهمين، راهو احنا علاش نداويو اللي راحت الانسان اللي قدامنا. معناتها راهو هو ما جا عدى كان هو متقلق من ناحيه المظهر، دونك مش نعطيو دويات. اما في نفس الوقت ميزم اللي حبيت نقوله له راهو ما يلزمش القلق، على خاطر القلق هذاك ما نجم يزيد كان يهيجلو المرض استرس ومركز عليه والكل، ما نجم يزيدنا كان يزيد يهيجلنا المرض. دونك راهو فما دويات. اما اللي حبيت نقوله له راهو ما فماش دواء نهائي. اسمع انا مش نقول لك اسمع مش نعطيك دواء توا كهو ما عادش ولي عندك ما عادش باش تراني هذاك هو هذا اللي ما نحبش نقوله. راهو انت فما دويات راك مش تتحسن. فما دي بيريود انت تبدا ما فيهاش ما تستعملش في حتى دواء وتبدا لاباس عليك، وبعد كي ترجع مش نشوفوا الطبيب باش ناخذوا شويه دويات وذاك هو معناتها. الصدفي كيما الدواش صحيح دكتور تنجم تكون عندها مضاعفات كيما مرض السكر مثلا؟ لا لا لا، الصدفي راهو مرض جلدي هذاك هو أكهو. ضغط الدم السكر ما يتمسوش وما يقلقهمش دكتور؟ ما يقلق حتى شيء، راهو مرض يمس تجدد الخلايا في الجلد، ومش الجلد الكل، تجدد الخلايا في الجلد الكل، في الطبقة السطحية متاع الجلد. معناتها الجلد متاعنا احنا تتبدل، فما رونوفلمون سيلولير تتبدل نورمالمون في 4 سيمانات، احنا مش كل اربع جمعات، احنا في ثلاثة قلتي في ثلاثة اربع ايام. دكتور كيفية العلاج بالصدفية؟ شنو ما التقنيات معناتها بالدواء بالكريم بالفوتو ثيرابي اللي كنت تحكي لي عليه، كيفيه انواع العلاج اللي تنجموا تقدموا؟ هو احنا الدواء اللي نحبوهم احنا طبه الجلد واللي ما فيهمش حتى مضار هما لي كريم. لي كريم اباز دو كورتيكويد، وفما اباز دو كورتيكويد، وفما لي كريم اباز دو فيتامين دي، وفما لي كريم اباز دو سوبستانس دو سوبستانس ريدكتريس، معناتها تنحي كل قشره تجدد الخلايا تنقص منه. دونك هما لي كريم هذوما اكثر وحيد نعطيوهم، واللي هما تقريبا اغلب الناس تتحسن باللي كريم هذوك، ونعطيو معاهم دي كريم ايدراتونت. الجلده نتاع الناس اللي عندهم صدفيه جينيرالمون تبدا شايحه برشا. دونك احنا نعطيو معاهم لي كريم ايدراتون. دونك لي الباز الاولانيه نتاع دويت هي دي كريم الباز. الباز اوكي. دونك الباز هذيك ديما باش ندنو بها لحد بالتدرج من اللي نبداو مثلا مرتين، بعثوا لي مره، بعثوا لي نهار بنهار، بعد نخليو مرتين في الاسبوع مثلا، ومن بعد يوقف كي هو يولي لاباس. ننصحوهم ديما انهم يمشيو للشمس في البحر يتحسن، هاك المريض هذاكايا يولي ما عادش عنده يتحسن، يقعد حتى مده لاباس عليه. في الحالات الاخرى اللي هي تبدا هيجه والا مثلا البومادات ما عادش تمشي معاهم، خاصه كي تبدا السيرفاس باش تكبر
تولي ايتوندو المنطقه اللي المنطقه مش توسع مش توسع وقتها مش نتعديو الدويت اللي هما حريبج ولا زريرق ولا الاشعه. الحاله اللي هي تبدا موجوده في القاع السيق وفي اليدين جينيرالمون نبدا انا نبدا بالدويت بارفوا جينيرال. وفما الحاله نتاع البسورياديس بيستولو حتى تبدا لوكاليزي ولكن فيها القيح اللي كما تبر لكش بلي بوماد ديريكتومون زاد نجمو نبداو معناتها بالادويه اللي هي معناتها شربين ولا زريق. الادويه هذو ما راهو نعطيوهم بالتحاليل هاي ادويه تقويه ما نعطيوهمش هكاك برا دونك ميمشيش نجمش يمشي للفارماسي وياخذ خاطر نجم مثلو الكبده نجم تحلل تطلع له معناتها الشحم في الدم نجم طيح له الكويرات الحمر دونك هذوما الادويه القويه رانا نعطيهم في في الحالات اللي هي قويه وراهم نعطيهم بالتحاليل. هيك علاش الطبيب الجلده راهم اللي عنده صدفيه مش من الاول مش نعطيوه حريبش ولا زريرق ولا ديما نبداو بالبومادات على خاطر البومادات هذوكما بصفه نجم تتحسن بالبومادات دونك عمرنا ما نبداو بالدويت القويه ديما نبداو بالبومادات والدهينه. الفوتوثيرابي دكتور تقنيه ناجحه برشا تو معناتها في ودارجه في تونس اي موجود في السبيطار الطاقة البيفا ثيرابي. وفما حاجة أخرى اللي هو الإكزايمير اللي هو لازير لازير ولا لامب إكزايمير اللي هي تعاون برشا كي تبث معناتها أشعة لو في بي لو في بي اللي هي عندها إفي على فوق هي معناتها هي الأشعة الفوق البنفسجية البي البي دونك هي تعطينا تحسن تتحسن الجلدة فيما يخص المناعة الخلل نتاع المناعه الموجود في الجلده وكل الالتهابات الموجوده في الجلده دونك تتنحى كي يتنحى الخلل معناتها يتحسن الخلل وتتنحى الالتهابات رينوفالمون سيلولير مش ينقص دونك تعطي ريزلتا كبيره تعطي ريزلتا عند الناس اللي هما يتحسنوا في الصيف تعطي ريزلتا عند الناس اللي هما يتحسنوا في الصيف معناتها وقت السخانه سورتو معناتها كي يمشيو يتعدوا للبحر يقول لك نمشي انا للبحر راني نتحسن انا نمشي للبحر نتحسن هذوكوما هو شنو الشمس فيها الاشعه الفوق البنفسجيه هما هذوكوما الاشخاص كي تحطهم انت تعمل لهم اللازير اكزايمير والا تعمل لهم بيفا ثيرابي يتحسنوا لك. اما الناس اللي هي تقول لك انا تهيج عليا في الصيف هذوكوما جينيرالمون ما تحسنش راهو بالاشعه هذيا دونك اذا ما وقتها كي تبدا الحاله معناتها كيما نقولوا احنا ايتوندو موجوده بكيفيه كثافه معناتها في الجلده وقتها نعطيو حريبش ولا زريق. دكتور خل على الاقل من 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 زوز الاراء اللي سمعتهم واللي قالوا لي وكانه دواء عربي يعني ديما راني ما نحبش اما سامحني في الكلمه سامحني في المصطلح انه استعملني انه كلمه دواء عربي فما ناس يقول لك فما سمعت جاتني مراه قاعده حايمره وفي الصدفيه راني ساعات نستعمل الزيت نتاع الحوت ما استغربت معناتها دكتور معناتها شنو قال لي نقدر نستعمل ساعات الزيت نتاع الحوت باهي اذا قال لك فما هكا فما اللي اصغر معناتها بلي جون معناتها شويه الجيل نتاع الالوفيرا اللي قاعدين توا التوندونس معناتها تقول لك لي والله ساعات كي تيجي عليا ولا تبدا تحمر البلاصه هذيك ساعات نعمل جيل هذاك ونحس روحي خير وبريت معناتها دكتور. كلمة بريت راهي كلمة كبيرة. هذه اللي قالوا لي فهمت دكتور. هي تتحسن ايه داكورد معناتها تتحسن كيما هو حتى كي ما يستعمل حتى شيء راه فما صدفية تبرى من غير حتى شيء تبرى وتعاود ترجع معناتها. يسمك تعرف اللي دويت العربي هما شنو معناتها في الاخر معناتها مواد طبيعيه مش تحطها انت على جلده بي احنا اللي نعرفوه معناتها طبيا اللي هو القطران يحسن يحسن الصدفيه ودي مقبل كانوا فما دويات اباز دو غودرون معناتها باش يحسنوا باش يحسنوا الصدفيه لكن الكيفيه الاستعمال وقداش الكميه لازمك تعرف القطران اللي نجم لي كونسيريجين ينجم يعطينا دي كونسير من قلت لي انت على الزيت نتاع الحوت والا الالوفيرا زيت تاع الحوت انت تو اون تران ديدراتي دونك احنا كي نحطوا لي كريم هيدراتونت وحدهم راهم الي الاميليور معناتها لازمك تعرف لا كريم هيدراتونت من لاكسيون نتاعها انها تنقص من رونوفالمون سيلولير دونك هي انت بتحط اوتوماتيكمون الفا ابيزي الالوفيرا هي انتي انفلاماتوار دونك انت بالطبيعه انت كي تحط الالوفيرا راهي مش تحسن الالتهاب الموجود باش تحسن ما تبريش يزمك تعرف زادا من بين الحاجات اللي تحسن الصدفيه هما المياه المعدنيه راهو يعاونوا برشا 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 بوغ ابيزي لانفلاماسيون وباش يحسنوا الصدفيه معناتها الدواء العربي سا ديبون هو شنو الدواء العربي باش تقول لي يبرا راه ما يبراش يتخبى ايه معناتها خاطر يدخل فيها عامل نفسي كبير اللي انا كي باش نستعمل هذاك رانا اني مش نبرا فهمت دونك اللي هو العامل النفسي مهم ياسر بالنسبه للصدفيه
نعرفوا اللي فما القطران اللي هو يحسن، نعرفوا اللي ستاسيون تيرميك من بينها معناتها اي معناتها تحسن برشا، كيما مثلا فما مرضى يمشوا بالذمه العين كانت سيره خاطر فما نوع من الطين اللي هو ينحي الغدوي الغنوفلمون سيلولير الى بيز لانفلاماسيون، مياه المعدنيه كلها راهي تحسن الصدفيه. دونك هذاك علاش احنا بيدنا ننصحوا انهم يمشوا باش يحسنوا الصدفيه. دكتور خليني نتاكد على النقطه دي، انا عندي في الدار شكون بريد بالصدفيه، كي نغسل وجهي ولا نستعمل نفس المنشفه نجم نتعدي والا لا دكتور؟ لا، الصدفيه هي مشي مرض جرثومي ما يعديش. الصدفيه مشي مرض جرثومي ومشي حساسيه وراهي ما تعديش. حاجه اخرى انا بربي معناتها يزيد نقبلوا بعضنا ساعات نعاونوا الناس معناتها خاطر ياسر احنا عندنا هكا ابوك ترى واحده عنده حاجه في الجلده بالنسبه لنا احنا راهو يعدي يولي معناتها يعقدوه العبد معناتها يجي يقول لك انا قابل المرض نتاعي معناتها، لكن الناس اللي مش قابلتني معناتها انا نجي مش نمد فلوس ولا مش نمد ورقه الراجل يهرب ها فما شكون يقبل شريك الفلوس يقول لك تعطيك بالفلوس اي معناتها يخرب معناتها لا لا معناتها ما يلزمش الكون احنا عندنا مرض واحد من بين الامراض بون المرض اللي هو سواديزون ما يتشافش برشا بون كيبدا فما قيح في الجلده وجلده مسلوخه النجم يعدي سورتو كيبدا فما قيح فما عندنا مرض الجرب هو اللي يعدي فهمت جرب ما تراشي انت نجم يعديك وما تراشي اللي هو عنده جرب باش نبداو متفاهمين معناتها الجرب يحك وجرثومه تبدا في البلايص الدخلانيه ما فماش علاش ودايغ الجرب ما يعديش في انتهاء كان كي ترقد انت وياه فرفرج ولا تلبس الحوايج حتى كي تصافحوا ما يعندكش في وقتها. دكتور خليني اخذ معايا تليفون عند ليلى سيسا. ليلى اهلا وسهلا. الو على السلامه. مرحبا بك ليلى. معك الدكتوره هاجر كشوح. مرحبا دكتوره. سؤالك اي. بربي انا عندي ولدي ولد 12 سنه. بديتو فيه شعره. بديته بشوية هزيته على الطبيبة هنا في القروان أعطاته دوار كما تحكي أنا نتبع فيك من أول ما بديته بردت هاي الحمد لله في ألم كنت نعرفها صدفية كي عاودت رجعت هزيت رجعت لها قالت لي راهو كيما هكا راهي تزبط باهي بشوي بشوي ماشية وتكفر بقايع في راسه بقايع هكا في راسه وحكيت 8-9 دورات هكا. فهمت به سؤالك شنو الدكتورة قل السؤال متاعي نحب أنا مش نحكي مثلا نقول لك مشيت برشا ولا داويت بعد ذاك ولدي ومنهمني حتى مع ولدي عطيني ولدي يبرا وش اخترت عوين مشيت لسوسة مشيت منهمني حتى نحب نسألها سؤال بركة تجاوبني عليه يجي نهار يبرا ولا لا ينجم يجي نهار هذا مش بيدينا احنا لكن اللي نعرفه احنا في حدود العلم نتاعنا احنا اللي قلت لك احنا ما نجموش نجاوبوك ما نجموش نقولوا لك راهو مش يبرالك ما عادش باش يرجع احنا في حدود العلم نتاعنا المرض هو مرض مزمن يبرى ينجم يعاود يرجع ينجم نهار من نهارات يتخبى يولي ماش عنده حد شيء لكن مش احنا اللي مش نقوله لك الكلمه هذه هذا هو الوقت فهمت باش يقوله لك والعمر نعرفوا اللي الصدفيه كي تبدا في عمر صغير تبدا نقولوا في اغلب الاحيان 70-80% كي يكبر الصغير ويبلغ تتخبى في برشا صغار يجيوا عندهم برشا امراض جلديه ويتخبوا من بعد ما يبلغوا لكن هذا ما نجموش نجزمو بذلك والا نقولوا لك اي 100% راه ولدك باش يولي ماش عنده حتى شيء ما نجموش نقولوا لك الكلام هذا ضد العلم المرض نعرفوه اللي هو يتخبى يرجع جلد نتاعو لاباس ينجم يعاود يرجع العدد نتاع ظهور المرض في الوقت ينجم يتوي الفريكونس نتاعو الرجوع نتاعو ينجم ينقص مثلا يجيه توا ينجم بعد عام يبرى يعاود يرجع له بعد عام ينجم بعد البلوغ يكبر ينجم تنقص الفريكونس نتاعو تولي تنقص هو يولي مرتاح اكثر لكن احنا ما نجموش نجاوبوك نقولوا لك اسمع راهو مرض مش نعطيوك الدواء اكهو مره واحده واكهو ما عادش تشوف الطبيب لا
توا في المرحلة هذه راك انت مش تقعد ديما تتبع وما يلزمكش. نقول لك ديما راهو نقول لكم راهو ما يلزمش تقلق ديما. الواحد اللي راه غيره يستراح معناتها راه هو مرض ينجم يعاود يرجع خير برشا من امراض. نقول لهم انا راكم جيتوا لطبيب جلده ابخي تو راهو لك عند طبيب القلب لك عند طبيب الكلاوي لك زاد مع وليد صغير مع قلب قشره اي الاحمر في الشعر مع صغيره نجم جانبك النفسي نجم يتاثر. نقول لك هي عندها حق راهو احنا ما نلوموش عليها بالعكس معناتها امه مش اللي هي تصور انت هي عندها لا شخص نتاع الصغار وشخص نتاع هو باش تداويله بالدهينه كل يوم ولا نهار بنهار ولا اللي هو معناتها نعرف اللي هو شارج كبيره. لكن راهو ديما نقول دواء المرض هذا خير من امراض اخرى خاطر فيها دويات نجم نحسنه انا غدو هو ماشي المكتب غدو نجم ندهنه انا في الليل يصبح يبقى ما عنده حد شيء. باهي مدام ليلى ما تقصش على طبيبه تعاود تبعها وشويه وسع بيل شويه وسع بيل راهو ينجم مع الوقت يولي لاباس. دكتور هيجر كشوخ انجري ومرسي لحضورك معنا وجبتك على جميع الاسئله مره الصدفيه لانتجريتد الانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك. غدو باش يكون بحضرنا الدكتور عمان باش نحكيو على السبور وشهر رمضان هذه في اخر الايامات باش يكون موضوعنا غدو فيها الدكتور. ان غرو ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلاقاو غدو في نفس التوقيت دي سيلا بي سي يا دما خاطر في الحياه فهم نمنوا بالعلم وباصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.